تحرم النار على كل هين لين سهل قريب من الناس. وده صفات المؤمن، المؤمن رجع للحق، هين لين سهل قريب من الناس. ساعات الناس بتفتكر الهين اللين السهل ده، ده طيب، يلا بقى ده شخصية طيبة بقى ويعني ويندحك عليه، ده هلهلي ولا نعرف بيقالوا عليه ايه كده، او لا ده يعني ايه ده بتاع ربنا، وكأن الكلمة دي مسبة، وكأن الكلمة دي مش صح، وكأن الدنيا دي مش عايزة الطيبين. لا، مهما يقولولك ومهما يخدرونا بكلام ان الطيب ده بيتاكل حقه، كويس جميل ان انا ابقى طيب، هين لين سهل، مش شخصية ستف ولا شخصية صلبة ولا شخصية مثلا تحس انك متكلف قوي في التعامل معاها، وتحس ان احنا مش بس متكلفين، لا تعبانين يعني، شايلين هم هنكلمهم ازاي، شايلين هم هنقعد نشرح لهم الموضوع ازاي، شايلين هم احنا هنعمل معاهم ايه. الموضوع بيبقى متعب، والشخصيات اللي زي دي متعبة. لكن الهين اللين انت مبسوط وانت بتعمل معاه، شخص صادق، كلامه هين، مواضيعه حلوة، يعني ما بتتكلفش معاه، والواحد بيحس بأريحية، يقولك ايه انا برتاح مع الشخص ده، ما بتتكلفش، انت على طبيعتك معاه. ودي صفات المؤمن. اما بنتكلم المؤمن ايه، الرجاع للحق، وهين لين سهل حلو، مخموم القلب، تقي، نقي اللسان، صدوق اللسان، كل الحاجات دي. ما تزعلوش انكم طيبين، ويا طيبين في زمن الغربة وزمن الفتنة وزمن اللي ما يعلم بالله ربنا، ما تزعلوش ان انتوا فيكم الصفات الحلوة دي وفيكم الصفات الطيبة دي، ما تزعلوش. ونحافظ دايما على ده. انا والله لما بلاقي بنوتة او بلاقي حتى شاب بالشكل ده، تقول لهم والله لا، يعني انتوا فعلا عملة نادرة في الزمن ده، محافظين على طيبة القلب، محافظين على المعاملة الجيدة، محافظين على الصدق القول ذات نفسه، ما تكذبوش، ولا هيكذب ليه. فكونك محافظ على حاجة زي ده في زمن زي ده، ده شيء طيب. عايز اوريكم طبعا المنظر الجميل، الناس اللي كاتبه لي شوف المنظر، المنظر اهو، المنظر اللي قدام المستشفى، منتظرين العملية تطلع على خير يا رب. الشاب احد شبابنا المغتربين، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يمن عليه بالشفاء، قولوا امين في عيله بقى كده. لا ده لا، ما هو قاعد لنا لسه، هو انتوا شايفينه هو قاعد لنا، قلنا والله اذكار الصباح كلها وقلنا الادعيه ومازال قاعد مستكين للقران، فقلنا يلا تمام عايش حياتنا. ربنا يبارك فيكم اجمعين ويكرمنا واياكم. وبوجه رساله لكل طيب مخموم القلب صدوق اللسان، وكل واحدة طيبة في زمن ما بقاش فيه الطيبين، وبقى فيه المنمرشين والحقودين والكائبين والناس الحسدين لا، يعني خليكوا زمن، خليكوا بطبطكم وحافظوا على قلبكم. الخير لا يعدم، الخير لا يعدم أبدا، وعمر الطيب ما ينضام، وعمر الخير ما ربنا ينساه، وعمر ما تنوي نية طيبة وربنا يسيبها أبدا، والله عند الله يا تحتسب لك في الدنيا ويبقى خير، شفت ثوابها في الدنيا، تحتسب لك في الاخره، يبقى خدت ثواب الاخره. في الاول وفي الاخر احنا محتاجين ايه اكتر من ان ربنا يرضى عنا، ومحتاجين ايه اكتر من ان يعني، معلش يا جماعه والله العظيم انا بحس ان ده سلام، يعني سلام داخلي، سلام حتى مع نفسك، انت اللي محتاجه مش الاخرين هو اللي محتاجين يتعاملوا معاك بيه، لا انت اللي محتاجه كفرد، وانت اللي محتاجه كانسان تعيش في الدنيا دي. انا محتاجه اعيش السلام بالطيبة، أو يعني أنت هتستفيد بإيه وأنت عايش بحقد ولا بخباسة مع الناس، ولا بتحاول توقع اللي قدامك في غلط عشان يغلط في موقف فأنت مش عارفة تعمل إيه، ما ده برضو حاجة يعني الناس دي مش مرتاحة. أنا والله لا بجد الناس دي مش مرتاحة، والناس دي أنا حاسة إن هي يعني عايشة يعني شخصيتين في حياتها، بشكل وناس تانية بشكل. كلمات الله يتباتي بالشر ما خلق. الكلب صح يا جماعه، الكلب صح. طيب خلينا في الاول وفي الاخر تاني، ما تزعلوش انكم طيبين، وحافظوا على طيبكم في الزمن اللي ما يعلم بالله ربنا ده، وربنا ينجينا واياكم من الفتن. والله الحديث يعني يكاد يكون خير مال المسلم في الوقت ده غنمه يطلع بها على جبل، يتفقد بها مواقف ومواقع القطر الماء، بس يتجنب بها فتن الاخره. يعني والواحد محتاج ايه اكتر من كده؟ واحد يعني حتى لما بنيجي نتكلم على موضوع السلام، يقول لك النظر للبحر، انا اوريكم البحر،
موضوع النظر للبحر ذات نفسه. طبعا صاحبنا زي ما هو واقف بيحرسنا باين ولا ايه، النظر للبحر عبادة، والنظر في المصحف عبادة، والنظر للكعبة عبادة. النظر للبحر سلام. بص انتوا عارفين جو كده من انواع انك انت تصفي نفسك وتصفي حالك وتقول ذكرك. جميل جدا لما بلاقي ناس بتقول اذكار الصباح والمساء في وقت خضرة، ولا شايفة سماء وشمس، او شايفة بحر. ده شيء جاد ومن نعم ربنا سبحانه وتعالى. خلي جواك صافي، خلي جواك هادي، خلي جواك طيب. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير.